وكيف دريت انه موجود بهديك المنطقة؟ في حدا خبرني. مين؟ هاجر، هاجر نازجي مرته لمصطفى. وشو عرفها بمكانه؟ ما بعرف، هي قالت لي انه في احتمال يكونوا هنيك. امي كيفها فاطمة؟ منيحة، فاتوا هلأ لياخدوا افادتها. تعتقد مرته متورطة معه؟ لا ما بعتقد، ابصر شو حكي لمصطفى، لهيك هي توقعت انه يكون بالمصنع اللي بريفا، وتوقعها طلع بمحله. طيب ليش خبرتك وما خبرت الشرطة؟ ما بعرف. نحن رح نطلع عندي على البيت بلا الاوتيلات، ما بيصير تضلي لحالك. ماشي؟ لا تخافي، مو معقول يجي لهون وهو متصاوب. بعدين ما رح يبعد كتير، رح يكمشوه لوين بده يهرب، وبيجوز يكونوا كمشوه خلصوا. ورغم هيك خلينا نستعجل شوي. ماشي، هاتي هي، يلا اطلعي. أنت كتير محظوظ، الطلقة ما اخترقت العظم، بس بدك تدير بالك وما تحرك إيدك لفترة. ماشي؟ ماشي. هات يا بنتي. طمني دكتور، كيف ابني ومرت؟ طمن يا سيد، اثنيناتهم مناح. امسكي بنتي، تفضل. شو صار معكم مشان مصطفى؟ لحد هلا ما وصلتنا أخبار. مصطفى ما فيك تهرب، أحسن لك سلم حالك. مصطفى، نعرف انك متصاوب، الهروب بعرضك للخطر. ليك في اثار دم، اكيد هرب من هون. بجوز لساته جوا. شوف لي المخرج، روح بسرعه، خليك عم تنادي عشان ما يعرف انه لقينا. مصطفى احسن لك تسلم حالك، ما رح تفلت من ايدينا. مصطفى اذا كنت متخبي هون اطلع احسن لك. روح من هاي الجهة. ليك هون في دم، أكيد اتجه هيك، خلينا نلحق. يعني تحكي من الصدمة. تفضل فخري الدين بيك. الحمد لله، الله يحميك يا أختي، الحمد لله. أنا كتير خفت، خفت ما أشوفك مرة تانية. لما طلعوا لنا أواعيكي والجزمة من البحيرة فكرناكي ميتة.
حبيبي. تعي حبيبتي لضمك. تعي تعي يا عمري تعي. الحمد لله انك رجعتي بالسلامة عبيتي. الحمد لله على سلامتك فخر الدين بيك. اهلا وسهلا. الله يسلمك. كيفكن؟ وانت كمان متصاوب ما هيك؟ انا كثير منيح. نحن مناح لمي لا تقلق. وكيف صار هالشي حكولي؟ ميسر خان مطولي بالك. خلينا نشرب كاسة مي بالأول. خليكي حياتي أنا بجيبها. يسلموا حبيبي. هرب ما؟ كيف قدر يهرب وهو متصوب؟ هي عادته دايما بفركة. قال علقتوا ببعضكم وصار قواص كمان. حكولي شو صار؟ ميسر خانو. يا عمري أنت حبيبتي. خلينا نجهز الأوضة الفاضية مشان فخر الدين بيك يرتاح شوي فيها. لا تعذبوا حالكم كرمالي رجاءً. العفو شو عم تحكي؟ عذاب شو؟ قال أنت قوصته لمصطفى. من وين جبتوا للفرد يعني؟ هذا الفرد إلي ومرخص. إيوه؟ إيه هلأ أنا فهمت عليك. يعني كنت عرفان إنه بيلزمك وحسبت حساب لهاليوم. طيب الشرطة ما سألت عن الفرد؟ ليكون ما خبرتهم إنك قوصته؟ خبرتهم طبعاً. قلت لهم هالشي بإفادتي. هلأ بيكونوا عم يدوروا على سلاح ما هيك؟ فخر الدين بيك؟ قلي لما كنت تجي تزورنا كنت تحمل هذا الفرد معك؟ شو رأيك ميستر خان ومتروحي تساعديني بالغرفة؟ ايه هلأ بلحقك. يسلم. صحة وهنا. بدي اخلص من هالأواعي اللي أنا لأمستهم. قومي اشلحيهم لترتاحي. احكيلي مو هو اللي لبسك هالأواعي؟ خلاص يلا قومي اشلحيهم بدليهم اختي يلا. قومي نطلع لفوق. والله ما بتستاهل تقبر قلبي. الظاهر رح ترجع تنتكس مثل زمان. ميسر خانم تعي ساعديني بتجهيز الغرفة. يلا. ما كنت حسنانة أعمل شي وقتها غير إني صرخ وبس، لأنه ما كان بإيدي سلاح غير صوتي، بس ما في حدا سمعني. حبيبتي حاجة تفكري باللي صار. خلص انسي فاطمة. حسيت للحظة انه حياتي انتهت وانه ما فيني اهرب منه. حسيت حالي عم عيش نفس كابوس هديك الليلة. ولما قرب مني مصطفى خفت ليصير معي نفس اللي صار معي وقتها. منيت موت، كان بدي ينتهي كل شيء لحتى اخلص وارتاح من هالعذاب اللي انا فيه. بقى انا ما بدي حدا يأذيني ست مريم. لا تبكي حبيبتي، لا تبكي، خلاص كل شي انتهى يا عمري. مشي الحال لا تخافي. شو ما عملت هذا الشي ما رح ينتهي أبدا. رح تخلصي من هالكابوس، صدقيني رح تخلصي وبعدها يرتاح بالي. طمني. المهم انه تصبري شوي يا بنتي، ما ضل إلا القليل. صبري
ألو هاجر، لازم نلتقي ونحكي، لازم تحكي لي كل اللي بتعرفيه عنه. أنت رح تساعدينا كتير بهي الطريقة، أرجوكي بس تسمعي رسالتي حاكيني. عمر حكاني من شوي، قال هاجر أخذت أغراضها وتركت البيت. حتى هي كمان هربت؟ هو راح لهنيك وما لقاها، سأل الناطور تبع البناية قال له راحت مع شوفير التاكسي. مو صعبة، منعرف مطرحها، إذا قدرنا نعرف رقم التاكسي نقدر نلاقيها بسهولة. شوفي عم نحكي شوي، رح تلاقي الشرطة لمصطفى، صدقني بكرة الصبح بيكمشوا رح تشوف هالشي. إن شاء الله إن شاء الله. هيك محسسني قلبي، هيك محسسني. منيح هيك، هاد بكفي ولا جيب لك حرام تاني لتضغطي فيه حبيبتي؟ لا بكفي. نامي يا عمري. هم؟ ليكي شوي وبتطلع الشمس. مو جاييني نوم، بس مبين عليكي التعب والنعاس. ايه تعبانة بس مو نعسانة. إذا بدك بضل معك بالغرفة. طيب رح قوم سخلك كاسة حليب تشربيها، ماشي؟ بتروق أعصابك وبيجوز تقدري تنامي، ورح حطلك عسل بيخليكي تسترخي كمان. شو نامت؟ كتير تعباني وما نحسناني تنام. فاطمة لازم تنامي، انت لازم ترتاحي. ما عم بقدر نام، ما عم بقدر غمض عيوني. روقي فاطمة. بترجاكي تهدي شوي. تخيل لو ما اجى ابوك كريم. هلأ ما عم صدق انك حملتي الفرد وهددتي لمصطفى. ولو ما كان اجا ابوك لهنيك. مشي الحال، خلص نحن ببيتنا وكل شي انتهى، لا تخافي فاطمة. هالكابوس انتهى. ليكي بكرة كلهم رح يفوتوا على الحبس. خلصنا، طمني. قوم معي يا أخي. شبك ولا؟ قوم، نحن لازم نهرب من هون وفورا. شبك شو جنيت؟ لوين بدنا نهرب بهالليل؟ عثمان، ما بدي فوت على السجن مرة تانية، ولا بدي يجي مصطفى ويقوصني. أنا رايح تعه، وإذا ما بدك تصطفل. طيب استنى شوي، خلينا على القليل نخطط للقصة. شبك جنيت؟ لك شو نخطط ما نخطط؟ بدك تستنى لحتى يجوا وياخذونا من قلب البيت؟ بعدين مو أنت صاحب الفكرة؟ ها؟ شو غيرت رأيك؟ الظاهر بدك تقعد وتستنى لتيجي الشرطة وتشدك من شعرك؟ بدك تفوت على السجن؟ لا. لك تذكر شو تبهدلنا، تبهدلنا وتعذبنا وقتها. بدك ترجع تكرر نفس التجربة ولا شو؟
إذا ضلينا هون رح يجي مصطفى ينتقم منا، يا إما منفوت على السجن. ما في قدامنا حل ثالث. وما تنسى كمان القصة الجديدة اللي صارت معنا. إذا الشرطة عرفوا إنه أبي ومنيرة أخذوا لمصطفى على المعمل وهددوا لا يعترف رح ناكل هوا. أم خلينا نهرب. على فكرة أمك الخطر الحقيقي. إيه مزبوط، معك حق. ليك منستأجر سيارة وبنهرب فيها من هون ومنروح لأبعد مكان فينا نوصل له، بس المهم نطلع برات اسطنبول. بوزبورن جبتها، خلينا نطلع على بوزبورن هلأ، الجو بياخد العقل هنيك. هيك ها؟ وفينا كمان نستأجر يخت من هنيك ونسافر. وفينا نطلع على سيميل كمان. لك ما في داعي لليخت، فينا نطلع لهنيك بمركب صغير، وما في داعي ناخد اغراض كتير حتى ما نتلبك. يلا بسرعة قبل ما فيه. طيب ماشي، يلا عجل شوي. فكرك ميت؟ أو بجوز غميان؟ شبك؟ ليك؟ في دمع وشه؟ ليكون ميت؟ منفتشه بجوز نلاقي بس عم يتنفس؟ وقف أخي، لا طوصنا، والله مو قصدنا شي، بترجاك ما طوصنا. بدكن ساعدوني، ساعدوني بترجعكن. معي كتير مصاري وراح ادفع لكم قد ما بدكن، بس ساعدوني، خدوا قد ما بدكن. شو جبت؟ كل يلي طلبته مني. هات لشوف. جبت الجريدة، نسيت ما هلأ بروح بجيبها. ما بدك تاكل؟ ماي؟ لا، بس أعطيني الحليب. كل على مهلك ولاك. وقف! لا تخاف، قلت لك وقف. قالوا لي متصاوب. اصحى اكتر بقدر لك. انا ما نبهتك ما تخبر حدا، ما بتفهم؟ ماني اي حدا، انا اخوهم الكبير بحر. اهدى اخي وروق شوي. صدقني ما رح اذيك، بس خليني اشوف جرحك. نقلع من هون. لك شبك؟ قال نزفت دم كتير والجرح متجرسم. اصحك تلمسني. على مهلك. اوف، جرحك غميق. خليني اكل كم لقمه وبعدين بشوف لك الجرح. الدب جوعان ما بيرقص. بعد هيك No.
شو صار؟ نامت؟ ايه نامت. يلا حبيبتي يلا كلي، هلا بتبلشي تبكي من الجوع، يلا كلي. احلى اليف بالدنيا. برافو حبيبتي، برافو عليكي. شوي شوي. عفوا عفوا، انا لساتني متوتر من اللي صار لهلا، اسف. شو كنت بدي اعمل؟ شو يا لمعي؟ بدك تقطع البندورة. ها بندورة، البندورة. صباح الخير. اهلا وسهلا حبيبتي. صباح النور. شو ما فاقت فاطمة لهلا؟ من شوي لنامت، صار لها من امبارح عم تبكي ما سكتت. الله يعينها مسكينة، كل ما بتحط راسها لتنام ما بتلاقيها الا فزت من التخت طول الليل على هالحالة. نزيها خانم اتصلت فيكن. بالله؟ قال رح تمرق بعد الظهر. ايه كتير منيح. اوه وعملتوا الشاي كمان؟ انت ارتاحي، نحن منجهز الفطور. يسلموا حبيبي يسلموا. لمعي على مالك؟ انتبه لمعي، انتبه لمعي، انتبه لمعي. وطي صوتك بلا ما تفيقن هلا. كريم فاق من زمان ونزل عند ابوه لتحت. والله عن جد؟ اليك نهاء عم جهز لهم الفطور. فخر الدين بيك صحي بس ما رضي يطلع معي لفوق. خليني ساعدك لكان، بلكي ما رضي يجي يفطر هون. يسلم. من على بكرة الصبح اجوا الصحفيين سيرين وجينا، ما لازم يدروا اني متصاوب. اذا اتصلت سيرين اصحكت الا بتكون عم تتابع الاخبار على الانترنت. اي مزبوط معك حق، بس ما بدي اياهم يقلقوا وينشغل بالهم. اجت الشرطة. كريم؟ أم الشرطة هون وأكيد مسكوا لها الكلب وجايين يخبرونا. قول إن شاء الله. صباح الخير. صباح الخير، تفضلوا. إن شاء الله في أخبار جديدة؟ كمشتوا لمصطفى؟ مع الأسف لا، ولحد هلأ ما عرفنا مكانه. لا مشان طلب الحماية اللي تقدمتوا فيه لفاطمة أولغاز كلفنا الأخ هون بهالشي. مرحبا، اسمي محي تاي دينار، أنا مكلف بحماية الست فاطمة أولغاز بهالفترة. تفضلوا فوتوا لجوا. يسلموا أخي. يعطيك العافية. مرحبا، أنا زوجة لفاطمة كريم. أهلين، تشرفت بمعرفتك. أهلا وسهلا، أنا المحامي نزير، زوج الست مريم ومحامي العيلة. أهلا وسهلا، تشرفنا. مين إجا؟ أنا فخر الدين أولغاز، أبوه لكريم. لمعي، اللي مين إجا لعنا؟ حماية يا مستر، حماية مش عن فاطمة. إيه لأ. نحن انتهينا، لك هدول جابوا آخرتنا. شو بنا رشاد، هدول صار لهم زمان عم يكتبوا عنا وما صار لنا شيء. لسا امبارح كنا عم نقدم إفاداتنا، المفروض نحن محبوسين هلأ بس ليكنا قاعدين ببيتنا وما أحلانا. شو بتقصدي بيسان؟ ما فهمت عليكي. طالما عندك هالمكر وعم يدعمك العبقري منير أخي فلا تخاف، ما رح يصير شيء. حاجة تستفزي للزلمة، شو بكي؟ عن جد أولادنا وضعهم صعب كتير، حسي شوي. الله يكون بيعونهم وبيعوننا. سليم؟
سليم وعثمان لوين راحوا؟ ما عندي أي علم، ما فتت على أوضهم، فكرتهم نايمين. منو هاد؟ بابا، أكيد لاحظ غيابنا. شو مجنون أنت؟ ما رح رد عليه. لك بتهرب من البيت وبتاخد الموبايل معك يا غبي، شو رح تفرق يعني لو رديت ولا ما رديت؟ ليش جاي بالموبايل معك من أصله؟ مشان الشرطة تلحقنا يعني؟ ما بدي رد على حدا، بس قلت بجوز يلزمنا. هات ناولني يا هات. بقص إيدي من الكتف إذا فيك زرة عقل. شو هزك هات؟ بجوز طلعوا الصبح ليتمشوا، بس غلط يطلعوا من البيت هلأ. انتي ما شفتي سليم وعثمان لما طلعوا؟ لا، أنا كنت مفكرتهم نايمين. عثمان تارك موبايله هون بالبيت. خايف يكونوا هربوا. وليش ما خبرت الشرطة بالمعية؟ والله نحن هربانين من البيت بس آخدين هواتفنا معنا لحتى تقدروا بسهولة تلاقونا. كنت ريحتهم حتى ما يتعذبوا يدوروا علينا. خلصنا بقى عثمان. شو هالمصيبة يا؟ وعم يقول لي تعال نهرب، لا ومجهز خطة، شي بالمركب وشي باليخت وعامل لي فيها واثق من حاله، لك لسه ما تحركنا خطوة وراح يكمشونا بسببك. لا تطلع فيني هيك. حتى الأولاد الصغار ما بيعملوا عملتك هي. كنت اترك لهم رسالة بالبيت، والله نحن هربانين لا تقلقوا علينا. لا تقولها، عملتها ما؟ تركت لهم رسالة؟ ما كان في قدامنا غير هالحل، بظن هيك أحسن إلنا كنا. آسفين على كل شيء، ادعوا لنا بالتوفيق. لك هدول عن جد ما عندهم عقل وأغبياء وجدبان كمان، الله لا يوفقهم إن شاء الله. صف سليم، صف 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 على اليمين. أنت بدك تورطني بقصة تانية أكيد، مو معقول اهرب معك انا، نزلني غبي. الكريدت كارد معك؟ راح يفتشوا عنه كمان؟ وعم تتمسخر كمان؟ اي جاي عبالي اسلخك كف هرلك سنانك. عم اقلك هدي وصف على اليمين، راح نوقف لنسحب مصاري. نسحب مصاري قد ما بنقدر ببطاقة الصراف الآلي، عم تفهمني؟ وبعدين راح نتخلص من البطاقة وراح ندبر راسنا بالنقدي، ماشي؟ هلا اكيد رح تسالني ليش، ما هيك؟ اوف خلص عثمان اسكت بقى. انا جايب معي شويه مصاري بيمشوا حالنا. وانا فضيت كل الخزنه تبع رمزيه خانو قبل ما اطلع. طلع اخذ معه كل شيء بالخزنه. منك يا عثمان. الله لا يوفقهم اثنيناتهم، الله لا يوفقهم. كيف يعملوا هيك شيء؟ عن جد هدول اغبياء. بشرف عملتهم هي، اولاد صغار ما بيعملوها.
جدي إجا من يوغوسلافيا واستقر ببورصة. أنتم مهاجرين يعني؟ أمي كمان إجت مهاجرة من كريت. أمك وأبوك لساتهم ببورصة؟ لا، انتقلت لجولجوك هلأ وخسرت كل أهلي بالزلزال. والله مصيبة. الأمر إلك. هيك الدنيا. فاطمة تعالي. صباح الخير. تعي تعي تعي، حطوا لك حماية أخيرا. بعرفك على السيد محي. تشرفنا. الشرف لإلي. السيد محي بيك رح يكون حرسك الشخصي، وين ما رحتي وين ما اجيتي رح يضل يحرسك. هيك صرتي بأمان وأنا بتطمن عليك. وأنا كمان بتطمن، فكرة كتير منيحة. صب لك كاسة تانية؟ لا يسلموا، أنا آسف ضايقتكم من الصبح، بستنى برا. معقول هالحكي؟ الله يسامحك. رح ضل هون طول النهار لحتى ينكمش مصطفى. أنا رح رافقك بكل مشاويرك، تركتلك رقمي هون. زمرة دمك أو إيجابي صحيح هالشي؟ هيك قال لي زوجك، مشان إذا صار معك شي يقدر يتصرف بكل شي. بعيد الشر عنا. من اليوم ورايح ما في داعي تقلقي أبدا. وانت كمان اخطيتك برقبتك، أي شي بتحتاجه بتطلبه، البيت بيتك. شكرا لكم. زدنا شخص تاني، ألف مبروك إن شاء الله. هاي فكرة الحماية عجبتني. إيه منيحة. فاطمة بنتي، صرت منيحة هلأ؟ في أخبار جديدة. طالما كلكم فايقين، مانا تطلعوا لفوق نفطر كلنا سوا. تفضل فخري الدين بيك، يلا. يلا فخري الدين بيك، تفضل. تفضل. ونحن شو دخلنا؟ رح ناكل هوا. إذا سلمنا بيعطونا مصاري؟ بالله شو؟ بجوز يحبسونا إلنا. لك شو كان بدنا بهالأكل الهوا؟ والله معك حق. هات الجريدة لهون. مسيك كاتبين عنا. اسمعوني، اصحكم تخبروا حدا عني. عم تفهموا؟ ما بدي حدا ابدا يعرف اني هون. اذا سكرتوا تمكن بعطيكم مصاري كثير. بس انت ما معك مصاري. معي برا مصاري كثير، بس لازمني موبايل. دبرولي موبايل بدي اتصل وبعدين بدفع لكم اللي بدكم اياه. سمعتوني؟ دبرولي موبايل ضروري. لازم تروح على دكتور وتعالج جرحك بالاول، احسن ما يلتهب اكثر من هيك. وقت المصاري ما راح تفيدك. لازم احكي تليفون قبل كل شيء. شو هاد؟ منين جبته؟ منلك الموبايل؟ لقيته بالطريق. حاجه كذب، احكي الصدق. اعطيني اياه. بس ما في وحدات. لك هاتوا لهون. ماشي، بعتهم كلهم، رح اعتمد عليك. طيب، مشان استجواب مصطفى احكي من الآخر. منير، أصلاً كل الناس دريت بفضايحنا، ما ضل شي يتخبى. يلا احكي لنا شو صار معهم. وزعتهم كلهم برات اسطنبول. ما رح نخلي حدا باسطنبول يعرف انه نحن اخذنا مصطفى على هداك المصنع، فاطمن من هالناحية. بس هلأ شلون بدنا نلاقيهم لهدول الجدبان؟ شو اغبياء مفكرين حالهم رح ينفدوا؟ بجوز هنين. ان شاء الله هنين. الو، الاتصال علي، هدول اكيد هن. الو، أنا مصطفى. يا صباح الخير، أهلين سرحان، شو أخبارك؟ أنا متصاوب. إيه بعرف،
قريت بالجرايد والكل صاروا يعرفوا. لك انت شو عملت يا حيوان؟ هيك ورطنا معك بمشكلة؟ بدك تساعدني هلأ؟ ما حدا رح يقدر يساعدك هلأ. أنا وضعي كتير سيء. هو؟ خرجك الله لا يقيمك يا أحمق. اللي وينك أنت؟ ما بعرف، بمنطقة قريبة من ريفة. بدي منك تجي وتساعدني فوراً. ما معي وقت كتير، بترجاك ساعدني. صدقني نحن ما فينا نساعدك. قدمنا لك كل شيء، قلنا لحالنا بتعقل وبتكن، وكله راح على فافوش لهون، وبس ما عاد فينا نقدم لك أي شيء. معناتها أنتو كمان ما رح تكونوا بأمان إذا أنا ما كنت بأمان، لهيك لازم تحاولوا تأمنوا حالكم. لك أنت مين عم بتهددوا لك؟ قبل ما تهدد روح انفض بريشك بالأول. ليك إذا ما ساعدتوني رح تندموا كلياتكم. ها روح أعلى ما بخيلك، ركبوا لك حيوان. بكفي بقى، روح دبر راسك لحالك وإن شاء الله بتنكمش، لأنه هالشي ما بيهمني. شو عم يهددكم؟ هاد مصطفى ما هيك؟ عم بيحاول يبتزكم مشان الأولاد؟ لا أختي أنت فهماني غلط. حياة الأولاد صارت بخطر ما هيك؟ لا يا أختي اهدي، ما في شي من كل هاد. إذا دورهم ما هيك؟ خلص أختي بترجاكي تهدي، روقي شوي. شو صار؟ اهدي شوي شبنا. هيك تمام، وبعت نسخة للقاضي. لك شو عملت؟ خلص لا تخاف، رح جيب لك واحد جديد. وليش حرقته؟ صدقني أنا ما بنسى حدا ساعدني، فهمت؟ مثل ما ساعدتوني أنا ما رح أقصر معكم، ورح تاخذوا مقابل على هالشي. احمر وشك، بجوز التهاب جرحك. خلوني نام شوي، والمسا بحمل حالي وبطلع من هون. ما فيك تتحرك. يلا قوم، بدي أخذك معي. لك أنا ما فيني أتحرك خطوة. قوم أنا بساعدك، استند علي. يلا خليكن هون، لا تجيبوا سيرة لحدا. فهمتوا شو عم أحكي أنا؟ والله أنا تعبت من السواقة. شو رأيك نطلع بالبولمان منشان يعرفوا مكاننا؟ اعترف سليم، لو أنا ما كنت معك بتسافر بالبولمان؟ أنا مليت من الحلويات، في شي معك مالح بالكيس؟ ها خود هاي. هاتا. اتطلع لوين وصلنا، تقول ولاد صغار طالعين سيران. نفوت من أنه طريق؟ شو بيعرفني، فوت من أي واحد. كمل دغري؟ ايه كمل. لما فتنا معكم شركة فكرنا حالنا فايتين باستثمار مهم، بس وقتها كانت الشروط غير الشروط الموجودة هون كليا. كل شي ماشي حسب الخطة الموضوعة، وبصراحة أنا ما عم أفهم شو عم تقصد بالضبط.
شو فينا دخنهم؟ انت عرفاني منيح شو سبب الاسئله تبعي. اذا صار لي 30 سنه بعالم الاعمال وقدرت استمر كل هالفتره لانه اسمي نظيف بالسوق، وهلا اسمي صار مرتبط بالمجرمين والمغتصبين، وبصراحه انا كثير متضايق لانه اسمي عم ينزل معهم بنفس الجريده. بس ما تنسى كمان نحن عم نتضايق من هالشي مثلنا مثلكم. لا ما بظن، وضع بيت رجدان مخليك كثير سعيده ومبسوطه. لا انت عم تغلط بحقي. بدك تحلي مشاكلك معهم فحاولي تحليها بعيد عن شراكتنا.